مدينة وليدي فوليبيليس. تقع مدينة وليدي في المغرب وتمتد حدودها قرب جبل زرهون، تحدها فاس من الجهة الغربية، وتبعد عنها قرابة 60 كيلومتر، وتبعد عنها مدينة مكناس مسافة 30 كيلومتر، وتبعد عن مولى إدريس زرهون مسافة 3 كيلومترات. ويرجع اسم وليدي إلى ورد شجر الغار، وتحديدا زهرة شجرة الدفلي، وقد مرت عليها العديد من الحضارات الممتدة من قبل انتشار الإسلام وظهور الدولة الإسلامية. وتعد مدينة وليدي الأثرية من أهم المواقع الأثرية المغربية لقيمتها الحضارية والتاريخية التي تدل على أصالتها وقدم عمرها. وقد أخصت هذه المنطقة ببعض المقومات التي كانت سببا في جعلها مركزا مهما للحضارات السابقة، ومنها تعدد مصادر المياه العذبة مثل نهر فرطاسة ونهر خمان، وقد كان بمثابة شريان حياة للمنطقة، وقد ساعد في خصوبة الأراضي الموجودة بجانبهما، بالإضافة إلى وجود بعض الموارد الطبيعية مثل محاجر جبل زرهون التي ساهمت في بناء المنطقة من مخابز ومحلات ومعاصر ومنازل سكنية، وساهمت في الأعمال الحرفية. إذ كشفت الحفريات وجود كثير من المقتنيات الأثرية المختلفة مثل التماثيل والمنحوتات والأواني والعملات النقدية، كما عثروا على بعض المناطق السكنية كبيرة المساحة والمتميزة بلوحاتها الفسيفسائية التي زادت من قيمتها. قد ورد ذكر مدينة وليدي في مصادر تاريخية عدة، وكشفت الحفريات الأركيولوجية التي أقاموها في الموقع منذ بداية القرن الحالي على عدة بنايات خاصة وعمومية. وفي القرن الثالث قبل الميلاد بنى الفينيقيون المدينة، اتضح من بقايا معبد للإله البوني البعل. وخلال الفترة الممتدة من 25 قبل الميلاد و40 ميلادية، في أثناء حكم الملك يوبا الثاني وابنه بطليموس، كانت المدينة تقع في مملكة موريتانيا، وشهدت مدينة وليدي ازدهارا كبيرا، وأصبحت بعد سنة 40 ميلادية عاصمة لموريتانيا الطنجية. وقد عرفت مدينة وليدي في فترة حكم الأباطرة الرومان حركة عمرانية وتطورا كبيرا يتجلى من خلال المعابد والحمامات والمحكمة ومعاصر الزيتون ومطاحن الحبوب. وفي الفترة ما بين 40 و44 ميلادية واجهت المدينة تمردا قاده أحد أتباع بطليموس ويدعى أيدمون. وبعد هذا التمرد منح الإمبراطور الروماني سكان المدينة صفة المواطنة، وأعفى لها من الضرائب لمدة 10 سنوات، وأجريت إصلاحات عدة في الحكم. وعند حلول سنة 180 ميلادية عرفت المدينة سلسلة انقلابات وحروب أهلية أدت إلى إضعاف السلطة في وليدي، وانتهى الحكم الروماني فيها ووقع تحت سيطرة القبائل البربرية. وعند وصول العرب إليها سنة 708 سكنتها قبيلة تدعى عرابة من ليبيا، وأصبحت وليدي منطقة مهمة في الحكم الإسلامي، وأصبحت مقرا لإدريس بن عبد الله الذي أسس سلالة الأدارسة التي تعد أول دولة في المغرب. وفي منتصف القرن 18 دمرها زلزال كبير، واسترجعت المدينة ريقها في فترة الاحتلال الفرنسي للمغرب في منتصف القرن 20. وفي سنة 1997 ميلادية سجلت مدينة وليدي ضمن مواقع التراث العالمي. تتميز المدينة برونقها وجمال طبيعتها وآثارها المختلفة، إذ يلفت نظر زائرها المناظر الخلابة الطبيعية التي تتوسطها المآثر العمرانية للمدينة من أقواس وأعمدة أثرية مكتوب على بعضها أحرف رومانية. وما زالت المدينة محافظة على شموخها على الرغم من مرور السنوات، والمتجول في أرجائها يقف على منازل قديمة لها أسماء عديدة تعود للفترة قبل الحكم الروماني وبعده، مثل منزل فينوس ومنزل أوريفي ومنزل أعمال هرقل والمحكمة القديمة
وقصر كورديان والساحة العمومية وقوس النصر ومنزل الساعة الشمسية. وتوفر هذه المنازل باحات وغرف وقاعات أكل واستقبال وحمامات عمومية وأخرى صغيرة، كما تزخرف أغلب باحاتها بأعمدة محددة أو حلزونية أو ملساء. ويعد قصر كورديانوس أكبر منازل المنطقة وأحد أكبر بنايات المدينة، وتبلغ مساحته 4488 متر مربع. وأعيد بناؤه في عهد الإمبراطور كوريانوس الثالث بين 238 و144 بعد الميلاد. ويعد السور الكبير الذي بني في عهد الإمبراطور ماركوريول ويمتد على مسافة 2000 متر وفيه 8 أبواب وأبراج للمراقبة، وكان يعد حصنا منيعا ضد أي هجوم قد يستهدف المدينة. وقد بني في الفترة 168 ميلادية و169 ميلادية.